السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل موزيل العرق بمكونات بسيطة قوي ومعروفة، وبتتباع عند العطار، تمام، وبتتباع في الصيدلية كمان. دلوقتي يعني متوفرة هنا وهنا، تمام. هنجيب مسحوق الشابة كده، بودرة شابة، تمام. في شابة بتبقى سليمة وفي شابة بتبقى مطحونة، تمام. وهنجيب زيت جوز الهند وهنجيب زيت الورد، بس ممكن تستغنوا عن زيت الورد. كده كده الشابة هي اللي مفعولها قوي قوي جدا في موضوع العرق، تمام. هناخد بقى كميات بسيطة كده نعملها مع بعض. هناخد الشابة، ناخد معلقتين. الكمية اللي انتوا عايزين تعملوها اعملوها، تمام. ناخد بقى معلقة كده من زيت الورد، تمام، معلقة صغيرة، تمام. وهناخد برده معلقة من جوز الهند، تمام. جوز الهند طبعا عشان الدنيا شتا الزيت متجمد اهو، خليها كده اهي اهي، تمام. هنقلب بقى المكونات دي ببعضيها كلها، اهي كل المكونات اتزجت ببعضيها، تمام. دلوقتي بودرة الشابة انا عاملاها، بودرة الشابة مزيل للعرق لوحديها كمان. انا حط بقى الاضافات دي اللي هي زيت جوز الهند علشان يعمل ترطيب، تمام، وزيت الورد علشان بيفتح البشرة، تمام. وكل دوت يعني ممكن انتوا تستغنوا عن حاجة واحدة فيهم، ممكن كمان تزودوا ايه لو حابين بقى، لو عندكم اضافات تانية بتزودوها ممكن تزودوا معلقة نشا صغيرة، ممكن معلقة بودرة تلج لو انتوا حابين. انا عملتها كده. لو عندكم علبة فاضية بقى تقوموا غاسلينها كويس وتقوموا حاطين فيها المزيل وتستعملوه على طول بعد الشاور، ولازم يستعمل على المنطقة تكون نظيفة، تمام، لازم تكون نظيفة يعني بعد الشاور على طول. طبعا بتدهنوه على البشرة بطريقة بسيطة دائرية كده، بس يا حبايب قلبي بالراحة، المعلومة دي لازم اقولها لكم بالراحة، لان الحبيبات بتاعت الشابة بتبقى خشنة، فانتوا تدهنوا على البشرة بالراحة، والحبيبات دي ما تقلقوش منها، دي عاملة زي السكراب بالظبط، يعني هتحطوها مش هتتعبكم في الجلد لما تدهنوها بالراحة. يا ريت الفيديو يكون بسيط، ويا ريت لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.